من كل المشروعات اللي تمت في ولايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مشروعات عظيمه، انما من اعظمها المشروعات الزراعيه. ايوه ايوه المشروعات القوميه الزراعيه، لان دي نعم هي جزء من الامن القومي المصري. وبالتالي النهارده لما بنتكلم على من 3 ل 4 مليون فدان، اضافه تقريبا 50% من اجمالي مساحه مصر منذ ايام الفراعنه حتى الان، لا ده نعم انجاز كبير جدا. دور هذه المساحه في توفير الامن الغذائي كمان وفرت فرص عمل لاولادنا واهالينا، وخصوصا شباب المهندسين الزراعيين خريج كليات الزراعه. وبالتالي ده جزء بس من المشروعات القوميه الكبيره اللي تم انجازها في الدوله المصريه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهم المشروعات أنتوا شايفينها إيه الخاصة بالخريطة الزراعية يا فندم؟ بص يا فندم، المشروعات التوسع الأفقي، لأن مشروعات التوسع الأفقي دي عملت إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية وتعزيز حالة الأمن الغذائي في مصر، وهتعزز أكتر إن شاء الله يعني خلال 2 أو 3 لما يتم استكمال 3 ل 4 مليون فدان. الفرص العمل اللي وفرتها لأولادنا وشبابنا المهندسين قد الزراعيين، ايه يا دكتور سيد؟ كلمني عن تفاصيل. يعني أنا هقول لحضرتك، إحنا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنويا بياخد قاعدة البيانات للخريجين بتوعنا المقيدين في النقابة. تقريبا إحنا سنويا بيقيد عندنا في النقابة من 11 ل 12 ألف خريج كليات الزراعة كل سنة. كل سنة. جزء كبير منهم المجموع النهاردة، كبير بقى. تقريبا الجزء الأكبر منهم حاليا، في جزء بيشتغل في القطاع الخاص طبعا مؤكد، طبعا إنما الجزء الأكبر بيشتغل في هذه المشروعات من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعد تدريبهم وتأهيلهم. وبالتالي أتاح فرص عمل كثيرة جدا هذا القطاع اللي هو المشروعات التوسع الأفقي. عايز أقول لحضرتك حتى على مستوى أهالينا الفلاحين والمزارعين وصغار المزارعين في الوادي والدلتا، النهاردة المشروعات اللي تمت ليهم النهاردة، لما أقول لحضرتك إن احنا ثامن سنة دي تقريبا السيد الرئيس بياخد قرار بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعي. كنت لسه هقول لحضرتك، هم شايفين دعم سيادة الرئيس ليهم إزاي؟ أهلينا الفلاحين. حقيقة يعني دعم كبير جدا، وأنا يمكن بقول لحضرتك مختصر لمجموعة من الحزم اللي تمت لأهلينا الفلاحين اللي هي تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية. النهاردة الزراعات التعاقدية لما القمح ناخده بالسعر العالمي، تاخده الحكومة بالسعر العالمي، لما عصب السكر وبنجر السكر من خلال الزراعات التعاقدية، لما الحكومة تدخل أيضا بعض المحاصيل الأخرى زي فول الصويا وعباد الشمس والذرة البيضة والصفرة، كل ده بيشجع أهالينا الفلاحين إن هم يزودوا إنتاجهم وبيعزز قدراتهم وبيحسن من مستوى المعيشة بتاعتهم. نعم نعم. إيه التحديات؟